حضرت اليوم هي بعنوان نقد هايزنبرغ للابلاس، وهي طبعا تندرج ضمن سلسلة العقل العلمي، وبالذات ضمن البعد السادس وهو النقد كريتيك. فهذا مثال آخر على الكريتيك أو على النقد وعلى دوره في تطور الفكر العلمي وفي تطور النظرية العلمية. تكلمنا عن نقد أينشتاين في آخر مرة، والآن نتكلم عن هايزنبرغ ونقد هايزنبرغ لميكانيكا نيوتن في الواقع، ولكن في شكلها اللابلاسي. الرياضي الفرنسي لابلاس معروف عنه أنه تكلم عن الديتيرمينيزم، أي التحديدية الفائقة، وقال إن يعني بما معناه المستقبل، إن المستقبل كله والماضي كله في الواقع ينبع من معرفة اللحظة. أو خليني أوضح هذه النقطة: إذا عرفنا كل المكونات المادية في لحظة ما والتفاعلات بينها، وعرفنا القوانين التي تحكم هذه المكونات وهذه القوانين، نستطيع في الواقع أن نعرف كل كيف يكون عليه هذا النظام في الماضي، في أي لحظة في الماضي وأي لحظة في المستقبل. هذه جملة قوية جدا، اللي هي التحديدية، إنه كل شيء محدد، يعني بما معناه باللحظة كل لحظة محددة، يعني سواء عرفنا ذلك أو لم نعرف ولكنها محددة، وإذا ونستطيع أن نعرف، يعني أو على الأقل يمكن أن نتصور ذاتا عاقلة لا نهائية، أو ذاتا عاقلة جبارة مثلا، يمكن أن تعرف حالة كل لحظة من لحظات النظام الكوني. بعبارة أخرى، النظام الكوني هو عبارة عن مكونات مادية وتفاعلات بينها، وتحكمها قوانين محكمة، قوانين محكمة تحكم هذه التفاعلات وهذه المكونات. يعني يمكن أن نتصور هذه المكونات على صورة مثلا نجوم. طبعا هذه النجوم بشكل أساسي التفاعلات التي القائمة بينها هي تفاعلات جاذبية، وربما بعض التفاعلات الكهربائية والمغناطيسية. ونستطيع في الواقع من معرفة قوانين هذه التفاعلات وفق لابلاس أن نستنتج ماذا سيكون عليه الحال مثلا بعد 1000 سنة، ولا بعد 1,000,000 سنة، ولا بعد 1,000,000,000 سنة، وماذا كان عليه الحال قبل 100 سنة أو 1,000 سنة أو 1,000,000,000 سنة. هذه هي الفكرة. فالماضي الماضي والمستقبل يتحدد بمعرفة الحاضر. يمكن لذات جبارة عاقلة جبارة مثلا أن تعرف هذه اللحظة تماما، من ثم في الواقع تستطيع أن تعرف كل لحظة سابقة وكل لحظة مستقبلية. هذه هي فكرة لابلاس، التحديدية المطلقة. الآن وحتى يعني لابلاس في الواقع استمرت رؤيته حتى في نظرية النسبية الخاصة والعامة، يعني لدى أينشتاين، يعني النسبية العامة في الواقع تطيع تصور لابلاس برضه. يعني من حيث المبدأ، النسبية العامة تقول إذا حددنا مثلا في لحظة معينة الزمكان، بنية الزمكان والمادة، نستطيع في الواقع أن نحدد هذه البنية من حيث المبدأ سابقا ولاحقا. ولكن هايزنبرغ في الواقع تحدى هذه النظرة. هايزنبرغ طبعا مش إنه يعني مش المسألة أنه أراد أن يفعل ذلك، ولكن سعيه لإيجاد حلول لمشكلات في نظرية الذرة، في ميكانيكا الذرة، هو الذي أوصله إلى هذا النقد. يعني لاحظوا، هايزنبرغ كان معنيا، طبعا كان شابا صغيرا، وكان معنيا بإيجاد إشكالات بحلول لإشكالات ميكانيكا الكوانتوم، أو النظرية الكوانتمية التي كانت قد قطعت شوطا حتى مطلع العشرينيات، عندما بدأ هايزنبرغ يشتغل في هذه المشكلات.
يعني فكرة الكوانتوم في الواقع قادت إلى الكثير من الإشكالات. يعني فكرة الكوانتوم في الواقع أثارت عددا من التناقضات في قلب الميكانيكا الكلاسيكية. و يعني فكان هايزنبرغ منكبا على هذه الإشكالات. يعني كان أستاذه ماكس بورن، الذي كان طبعا ماكس بورن كان عالما كبيرا واشتغل على عدد من المشكلات العلمية في ذلك الوقت، وبالذات على مسألة الكوانتوم ونظرية الكوانتوم. أيضا كان على اتصال، أو يعني على اتصال مع نيلز بور، الذي وضع نظرية كوانتمية في الذرة في الواقع. فكان منكبا على إيجاد حلول لتناقضات نظرية بور والنظرية الكوانتمية. أدرك أن النظرية الكوانتمية موجودة في إطار لا ينسجم معها، وهو الإطار الكلاسيكي، وأن هناك تناقضا كبيرا بين الفكرة الكوانتمية وبين الإطار الكلاسيكي الذي تضمنها، وأراد أن يحل هذا التناقض، أن يجد حلا لهذا التناقض. وهذا قاده إلى فكرة عبقرية، وهي أنه لماذا نفترض أن قوانين، علينا أولا ألا نفترض أن قوانين النطاق الجاهري هي نفس قوانين النطاق المجهري؟ ليس بالضرورة، يمكن أن يعني النطاق الجاهري قد تحكمه قوانين تختلف عن القوانين التي تحكم النطاق المجهري أو الذري، أي أولا. ثانيا، توصل إلى نتيجة أن تمثيل ما المشاهدات، أو تمثيل الكميات التي يمكن مشاهدتها والتي يمكن قياسها، قد لا تكون هي نفسها على النطاقين المجهري والجاهري. يعني على سبيل المثال، الموضع على المستوى المجهري نعرف كيف نمثله مثلا في متجه يتغير في الزمان. الموضع متجه يتغير في الزمان لجسيم مثلا، لإلكترون على سبيل المثال، أو لجسم ما، عفوا، يعني لجسم جاهري. يمكن أن نتصور أنه يعني نمثل الموضع بدلالة متجه الموضع، وهو متجه يتغير مع الزمان، يتغير بالزمان بصورة متصلة. هذا مثلا في حالة النطاق الجاهري. وقالوا لكن هل يعني ليس هناك دليل على أن هذا ما يحصل على المستوى المجهري؟ لماذا نفترض أن الشيء ذاته، أن التمثيل ذاته ينطبق أيضا على المستوى المجهري؟ لا، قد لا ينطبق على المستوى المجهري، لا، بل إن ما نشاهده من أطياف ضوئية تنبعث من قلب الذرة لا تشير إلى أن الكميات الفيزيائية أو الكميات التي يمكن مشاهدتها على الصعيد المجهري أنها تمثل بهذه الطريقة، أن تمثيلها هو التمثيل ذاته. لا، قد تكون مختلفة. ولذلك أنا أريد أن أبحث عن التمثيل المناسب ارتكازا إلى ما يمكن مشاهدته. شو اللي يمكن مشاهدته؟ نحن نشاهد الأطياف التي تنبعث من الذرات، نعرف بنية هذه الأطياف، لها بنية معينة تعبر عنها قوانين تجريبية معينة، خصوصا مثلا في حالة ذرات الهيدروجين. نحن نعرف يعني بنية الأطياف وشدة الإضاءة، وشدة الإضاءة أيضا، والترددات، نعرف البنية من حيث الترددات وشدة الإضاءة، ونعرف إنه مثلا كيف تتدرج. يعني عندما يكون لدينا مثلا طاقات كبيرة، نلاحظ أن النظام يقترب من النظام الكلاسيكي المعهود. يعني هذه مشاهدات، هذا ما نشاهده، هذه حصيلة تجارب تمت على لعقود على الغازات وعلى العناصر. فقال أنا أستطيع أن أرتكز إلى هذه المشاهدات، وهذا شيء مشروع، وهذه المشاهدات أريد أن أبني منها تمثيلا على المستوى، وأن أستنبط منها تمثيلا مناسبا على المستوى المجهري للكميات الفيزيائية المعهودة، الموضع، الزخم الخطي linear momentum، الزخم الزاوي angular momentum،
وما شاء، والطاقة، انرجي، توتال انرجي، بوتنشال انرجي، الى اخره. فقال هذا ما اريد ان افعله. وايضا بحيث انه على المستوى الجاهري، عندما نقترب من المستوى الجاهري نعود الى التمثيل المعتاد في الميكانيكا الكلاسيكية. هذه كانت فكرة عبقرية جاء بها هايزنبرغ، وفكرة لسه مش واضحة في المعالم ولم تتضح الا فيما بعد، ولكن بالفعل هو توصل الى تمثيل، مثلا الزخم الخطي والموضع بدلالة المصفوفات، يعني مصفوفات لا نهائية الأبعاد. ووجد طبعا المصفوفة، نحن نعلم إذا كان لدي مصفوفتان، AB، فإنه AB لا تساوي بالضرورة BA. ووجد هو معادلته المشهورة أنه AB ناقص BA بيساوي كمية تعتمد، أو تساوي في الواقع مصفوفة مضروبة في ثابت بلانك. فهذه هي المعادلة، معادلة الكوانتم ميكانيكس المشهورة. طبعا معناها لم يكن واضحا عندما توصل إليها هايزنبرغ، ولكن بدأ يشتغل عليها هايزنبرغ وماكس بون وجوردن وباولي، وولفغانغ باولي، حتى وصلت إلى بول ديراك. اشتغل عليها عدد من كبار العلماء، كرامرز أيضا، عدد من، وطبعا ماكس بون، اشتغلوا عليها في الواقع وتوصلوا إلى تحديد معناها إلى حد ما. ولكن كانت الخطوة الكبرى هو أنه عام 1927 اشتق من معادلته، اشتق هايزنبرغ ما يسمى بمبدأ اللا يقين، أو مبدأ اللا تحديد لهايزنبرغ، The Heisenberg Uncertainty Principle. والآن سنتكلم عنه. نعود إلى لابلاس. في حالة لابلاس أنه طبعا الكون مكون من جسيمات تتفاعل معه، يمكن أن ندخل أيضا المجالات، ولكن خلينا نحن يعني نأخذ هذه الصورة. جسيمات أولية، ذرات مثلا، وهذه الذرات بينات تفاعلات متنوعة، قد تكون ليس فقط الجاذبية ولكن بصورة أساسية الجاذبية، وهذه تؤدي إلى أن تتحرك الذرات في مسارات محددة، قد تلتحم ثم تفترق، ولكن في النهاية لدينا النقطة الأساسية في نظام لابلاس ونيوتن أيضا، هو أن الجسيم، لدينا، نستطيع أن نتكلم عن جسيمات، ليس عن أجسام وإنما عن جسيمات. والجسيم هو عبارة عن نقطة هندسية، أي لا حجم لها، نقطة هندسية تحمل كتلة وتتحرك في المكان والزمان في مسارات محددة. عندما نقول مسارات محددة، يعني بمعنى أن الجسم يمر في كل نقطة في هذا المسار، في كل نقطة على هذا المسار عبر الزمن. عندما نتكلم عن مسار، فإن هذا المسار يتحدث في الواقع إذا عرفنا في كل نقطة ما هو الموضع والسرعة. لا يكفي أن نعرف الموضع، وإنما علينا أيضا أن نعرف السرعة، لأن السرعة هي التي تحدد كيف سينتقل الجسيم إلى النقطة، التي تلي النقطة اللي هو فيها. لاحظوا، هذه نقطة مهمة. إذن الطريقة لتحديد الحالة الحركية للجسيم هي معرفة موضعه وسرعته في آن واحد، وطبعا بالنهاية معرفة كيف يتغير الموضع والسرعة مع الزمن. هذا هو الذي يحدد لنا المسار. ففي كل نقطة أنا إذا يعني أستطيع في المسار، أستطيع أن أحدد الموضع والسرعة والتسارع إلى آخره، كل الحالة، كل الكم، يعني الخصائص الحركية أستطيع أن أحددها في الواقع إذا استطعت أن أحدد الموضع والسرعة في نقطة معينة. فتحديد الموضع والسرعة في نقطة معينة هو الذي يمكنني من استنباط المسار الذي يتحرك فيه الجسيم، يعني كيف تتغير الحالة الحركية للجسيم عبر الزمن. هذه فكرة لابلاسية طبعا، انه اذا عرفت انا الجسيم، إذا عرفت أين هو موضع الجسيم وسرعة الجسيم،
في لحظة زمنية معينة أستطيع أن أستنبط كل المسار الذي تحرك فيه الجسيم والذي سيستمر في التحرك فيه للمستقبل. هذه هي تحديدية لابلاس، وهذه طبعا فكرة كانت أساسية في الميكانيكا الكلاسيكية وفي الفيزياء الكلاسيكية. إذا نحن هكذا نحدد الحالة الحركية. أهم شيء في الحالة الحركية كما قلت هو هذا، إنه أن نحدد الجسيم في لحظة معينة، أن نحدد السرعة يعني velocity، السرعة المتجهة، والموضع وهو أيضا متجه. إذا عرفت ذلك أنا أستطيع أن أحدد تاريخ الجسيم. طبعا لازم أعرف كتلته أيضا، ولكن يعني هذه طبعا في طرق متنوعة للتعبير عن ذلك. يعني عبر عنها مثلا بطريقته لاجرانج، وعبر عنها بطريقته هاملتون، وعبر عنها بطريقته بواسون، وعبر عنها بطريقته بولتسمان. يعني مثلا عبر ما يسمى الفيس سبيس، اللي هو فضاء الطور، فيز سبيس، فضاء الطور يعني. ولكن الفكرة هي التي ذكرتها، فكرة لابلاس. الآن هايزنبرغ قال لا، إنه على الصعيد المجهري أنا اكتشفت شيء آخر. أنا اكتشفت أنه الكميات يعبر عنها بدلالة المصفوفات، ومن ثم لا يعبر عنها بدلالة الدوال الجبرية، ومن ثم ولكن لأن المصفوفات، لأن AB لا يساوي BA في المصفوفة، هي الكوميوتيشن ريليشن شيب بيسموها. لأن الـ AB لا تساوي بالضرورة الـ BA، أو عندما لا تساوي الـ BA، وجدت أن هذا يعني أنني لا أستطيع أن أحدد كمية A والكمية B على كيفي. بمعنى آخر، إذا تحديد الكمية A يتم على حساب الكمية B. يعني إذا كان لدي موضع وزخم، موضع وسرعة، فإن الموضع أحد تحديد الموضع يتم على حساب تحديد السرعة، والعكس بالعكس أيضا. هناك علاقة اللي هي علاقة اللا يقين، إنه اللا تحديد في مثلا في الاكس اللي هو الموضع، ضرب اللا تحديد في الزخم او في السرعة ان شئتم، يكون مساوي او اكثر من كمية اللي هي ثابت بلانك تقريبا، يعني تقريبا اكبر او مساوية لثابت بلانك. هذا يعني انني اذا حددت الموضع أفقد تحديد السرعة كليا، وإذا حددت السرعة كليا أفقد تحديد الموضع كليا. فكرة غريبة، ما زالت غريبة، أنا أجدها غريبة حتى الآن، ولكنها حقيقة. هل هذه الحقيقة كيف نؤولها؟ هي مسألة ثانية، ولكن حقيقة محيرة جدا، ما زالت محيرة، ولكن لا نستطيع أن نتجاهلها. طيب، هل هذه شو هذا بيعني؟ بيعني إنه فيش مسارات. المسارات التي تكلم عنها أولئك العلماء وخصوصا لابلاس مش موجودة حقيقة على المستوى المجهري. بما أنني لا أستطيع أن أحدد السرعة، يعني لا أستطيع أن أقول إن الحالة الحركية للجسيم تتحدد بالموضع من جهة وبالسرعة من جهة أخرى، لأنني لا أستطيع أن أحدد السرعة والموضع في آن واحد. إذا حددت الموضع يكون ذلك على حساب السرعة، وإذا حددت السرعة يكون ذلك على حساب الموضع. كيف إذن؟ معنى ذلك أنني لا أستطيع أن أحدد الحالة بالكيفية الكلاسيكية اللابلاسية. لا أستطيع أن أقول إنه لا أستطيع أن أحدد السرعة والموضع في آن واحد ومنها أن أشتق مسار. ليس هناك مسار. الجسيمات على المستوى المجهري ليس لها مسار. قد يكون لها موضع، وقد يكون لها سرعة، ولكن لا أستطيع أن أتكلم عن مسار. فمثلا حركة الإلكترون في جيرة النواة، يمكن في لحظة معينة أن أقيس الموضع، ويمكن في لحظة معينة أن أقيس السرعة، لكن لا أستطيع أن أتكلم عن مسار.
للإلكترون مثلا، أستطيع أن أتكلم عن فضاء من الاحتمالات لوجود الإلكترون، لسرعة الإلكترون ولموضع الإلكترون، ولكن لا أستطيع أن أتكلم عن مسار محدد للإلكترون في الذرة. ولذلك طبعا عندما نرسم الذرة ونضع مدارات معينة حولها، هذا طبعا تصور خاطئ للذرة حسب هايزنبرغ. فهايزنبرغ قال إذا أنا لا أستطيع، ليس هناك مسارات. إذا كل التصور اللابلاسي نقض كل التصور اللابلاسي، لا أستطيع أنا أن أتصور الطبيعة على صورة مسارات لجسيمات متشابكة ومتفاعلة معا. لا، الأمر ليس كذلك. أستطيع أن أتكلم عن جسيمات متفاعلة معا، ولكن لا أستطيع أن أتكلم عن مساراتها. أستطيع أن أتكلم عن احتمالات لا أكثر ولا أقل، ولا أستطيع أن أحدد المستقبل هذه الجسيمات وماضي هذه الجسيمات بدقة، وإنما أستطيع أن أتكلم عن احتمالات، عن كيف تنمو هذه الاحتمالات لا أكثر. فكرة لم يعني نقضت نقد هايزنبرغ نقد لابلاس تماما. ليس هناك تحديدية، ما في ديترمينزم، ما في تحديدية كاملة. أستطيع أن أحدد احتمالات وفضاء احتمالات يتغير مع الزمن فقط. فإذا أسقط فكرة أننا نستطيع أن نحدد الكمية، أن نستطيع أن نحدد الحالة الحركية لجسيم في بسرعته و بسرعته وموضعه في لحظة زمنية معينة. لا أستطيع أن أفعل ذلك. من هون نقد هايزنبرغ يقول طيب كيف أحدد الحالة الحركية لجسيم أو لنظام من الجسيمات، ليس بالضرورة لجسيم واحد، بس خلونا نركز على جسيم لأن هذا يسهل المسألة، يسهل التصور أيضا. أما هو في الأصل أي نظام فيزيائي يمكن أن أطرح هذه الأسئلة بصدده. فهون طبعا كيف هايزنبرغ طبعا كان واضح إنه يعني إنه عن طريق مصفوفاته، أو كما عبر عنها ديراك عن طريق المؤثرات. يعني نستطيع يعني كل كمية يمكن قياسها أمثلها بمؤثر أوبريتر بأوبريتر، وهذا الأوبريتر في الواقع يفترض وجود ما يسمى هيلبرت سبيس، فضاء هيلبرت، وهو فضاء لا نهائي في الواقع، ليس مثل الفضاء العادي، وإنما هو فضاء رياضي، فضاء لا نهائي. وكل حالة، الحالة الحركية لكل للنظام هو عبارة عن متجه لا نهائي الأبعاد في فضاء هيلبرت. بديش أركز كثيرا على هذه النقطة لأنها شوي تجريدية جدا، لأنها تجريدية جدا في الواقع، ولكن أنا أذكرها عبورا. أما النقطة الأساسية هون إنه كيف نعبر، يعني يظل السؤال قائم، كيف أستطيع أن أتكلم عن الحالة الحركية لجسيم، خلينا نحكي عن جسيم واحد، الحالة كيف أستطيع أن أمثل الحالة الحركية لجسيم بحيث أن هذه الحالة تختزن كل المعلومات الممكنة عن الجسيم، يعني معلومات تخص طاقته وتخص مواضعه وتخص زخومه تخص زخمه الزاوي إلى آخره. وهون طبعا نستطيع أن نتكلم بطريقة أسهل بدلالة ما فعله شرودنجر. إنه شرودنجر قال إن هناك دالة موجية، دالة موجية في الواقع تطيع معادلة موجية معينة وجدها هو، وهي معادلة شرودنجر، نسميها اليوم معادلة شرودنجر. تأخذ بعين الاعتبار البيئة، بيئة الجسيم، تأخذ لاحظوا بيئة الجسيم، ثم يعني هي تتغير في المكان والزمان. فهون إذا لدينا هذه الدالة، دالة شرودنجر. هذه الدالة هي في الواقع التي تعبر عن الحالة الحركية للجسيم، ويعني أنها تتضمن كل المعلومات الممكنة عن الكميات التي يمكن قياسها بصدد هذا الجسيم. وطبعا ارتبك شرودنجر نفسه، يعني طب شو معنى هذه الدالة التي توصلت إليها؟ أنا أعرف أن هناك دالة موجية مرتبطة بالجسيم، هذا ما بينه وما سبق أن بينه دي بروي،
ولكن ماذا تعني هذه حتى الآن لا ندري تماما ماذا تعني. هي دالة غريبة يعني، ليش؟ لأنها أولا هي في الواقع تعتمد على كل بارامترات الجسيمات المكونة للنظام، ولكن أيضا هي تخيلية، يعني تتضمن كميات تخيلية، أي كميات مرتبطة في جذر ناقص واحد. وجد حلا ماكس بورن في الواقع، قال إن هذه نستطيع أن نستنبط منها، من هذه الدالة، الاحتمالات، المعدلات والاحتمالات، يعني احتمالات إيجاد الجسيم في موضع معين أو في سرعة معينة، واحتمال أيضا والمعدلات، معدل مثلا الطاقة، معدل الزخم الخطي، معدل الزخم الزاوي إلى آخره. وهذا طبعا مهم، يعني بالنهاية قياساتنا كلها نقيس المعدلات في الواقع. فبالتالي وجد طريقة إجرائية ممتازة، وبين إنه أن الاحتمال يكون محفوظا، يعني يطيع قانون حفظ حتى الاحتمال، يعني الاحتمال له كينونة مادية، له كينونة موضوعية، يعني رغم أنه احتمال بس له كينونة موضوعية. فبالتالي توصلنا إلى طريقة جديدة تماما في تمثيل الكميات الفيزيائية، ولكن أيضا في تمثيل الحالة الحركية للنظام الفيزيائي. ثورة شاملة، قاد هذا النقد، قاد هايزنبرغ في الواقع إلى نسف الطريقة اللابلاسية في النظر إلى الطبيعة، وحلت مكانها النظرية الكوانتمية التي ما زلنا مش تماما فاهمينها. أنا يعني ما زلت محتارا، خصوصا هايزنبرغ يثير حيرتي، مش ليس فقط مبدأ اللايقين لهايزنبرغ اللي هو فعلا مثير الحيرة، ولكن الأهم هو الأساس، إنه التمثيل بدلالة المؤثرات، وأن هذه المؤثرات ما بتركب على بعضها بعضا، يعني بمعنى آخر إنه A B لا يساوي بالضرورة B A. وفكرة الأنسرتينتي تنبع منها، فكرة اللايقين تنبع من هذه الخاصية الغريبة. لماذا هكذا الطبيعة؟ لماذا تكون الطبيعة هكذا؟ لا ندري. على أي حال، قطعت ميكانيكا الكوانتوم شوطا طويلا إلى الأمام، ولكن لم تقضي على هذه الحيرة، ولم تجد تفسيرا حقيقيا لهذه الغرابة في بنية الطبيعة وفي بنية قوانينها. وهناك يعني في نق يعني تحدي لمبدأ السببية، وأيضا تحدي لمبدأ النظام، وأيضا يعني تدخل قدرا من العشوائية، من الاعتباطية في سير الطبيعة. هناك عشوائية واعتباطية في نظام الطبيعة. على أي حال، أتوقف هون. أنا فقط يعني طرحت هذه المسألة بوصفها مثالا آخر على النقد. يعني تكلمت بما فيه الكفاية في الواقع عن النقد. في طبعا حالات نقدية أخرى، ولكن لا أريد أن أتطرق إليها. العلماء باستمرار يمارسون النقد، وخصوصا العلماء النظريون باستمرار يمارسون النقد. لكن أنا أعطيت أمثلة، عدد كافي من الأمثلة حول هذا البعد من المنهج العلمي، والمرة القادمة سأبدأ البعد السابع، وهو التركيب الجدلي Dialectical Synthesis، اللي هو مهم جدا في بناء النظريات. فإلى اللقاء في محاضرة قادمة.